مرحبا بكم في قناة ميرا كروشيه، سنتعلم طريقة كروشيه هذه الوردة الخماسية بالبتلات المسطحة باستخدام الغرزة التونسية، يمكن استخدامها لتزيين علب الهدايا أو أعمال الكروشيه أو تعليقها على الحائط، سهلة جدا، أرجو أن يعجبكم الفيديو تابعوني، احتاجت إلى عقيق للتزيين إبرة تنظيف مقص وإبرة كروشيه رقم أربعة وأي خيط متوفر لديك أبدأ السطر الأول بصنع دائرة سحرية. ثم أصنع بها عشرة غرز حشو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة ثم أسحب الخيط وأغلق بمنزلقة في أول سلسلة أغلق بمنزلقة وبهذا تشكل لدي السطر الأول في السطر الثاني سأرتفع بمقدار أربعة سلاسل ثم أتجاوز غرزة وغرزة في التي تليها واحد اثنان ثلاثة أربعة أتجاوز غرزة وغرزة حشو التي تليها أكرر أربع سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة أتجاوز غرزة ثم غرزة حشو التي تليها تكونت لدي حلقتان أكمل حتى نهاية السطر وأحصل على خمس حلقات في نهايه الحلقه اغلق بمنزلقه في اخر حلقه اخر غرزه عفوا اغلق بمنزلقه وبهذا تشكل لدي السطر الثاني تكونت لدي خمسة حلقات الآن أبدأ بصنع البتلات أدخل إلى وسط أول حلقة بمنزلقة ثم أرتفع بمقدار ستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم أنزل إلى الأسفل بمقدار ستة غرز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة والسادسة في وسط الحلقة أعد الحلقات على الإبرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أسحب الخيط إلى الأعلى بمقدار ستة غرز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة وبهذا انتهيت من السطر الأول في البتلة الأولى وكرر نفس الخطوات ستة غرز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسه والسادسه في وسط الحلقه اعد الحلقات على الابره واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته اسحب الخيط الى الاعلى ست غرز واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه وسته تكون لدي السطر الثاني من البتله اكرر ايضا انزل بمقدار سته غرز الغرزه الاولى واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه وسته في وسط الحلقه عدد الحلقات على الابره سته اسحب الخيط الى الاعلى واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه وسته تكون لدي السطر الثالث من البتله اكرر باقي الاسطر حتى اصل الى ثمانيه اسطر نفصل الخطوات دون زياده او نقصان انتهيت من البتلة الأولى أعد الأسطر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية أسطر الآن سأهبط بمنزلقة حتى نهاية السطر إلى أسفل ادخل في الغرز الصغيرة هذه بمنزلقة أغلق بمنزلقة واحد اثنان ثلاثة اربعه خمسه وسته ستكون في داخل الحلقه الغرزه السادسه وبهذا تكونت لدي البتله الاولى وستلاحظين بانها ملتفه الاطراف من الاعلى لان الغرزه التونسيه دائما تكون عاده ملتفه الآن في البتلة الثانية سأدخل إلى وسط الحلقة الثانية بمنزلقة كما فعلت في البتلة الأولى ثم أرتفع بمقدار ستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سأهبط الآن بمقدار ستة غرز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة أعد الحلقات على الإبرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أسحب الخيط إلى أعلى بمقدار ست غرز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة وبهذا انتهيت من السطر الأول في البتلة الثانية أكرر نفس الخطوات حتى أصل إلى ثمانية أسطر كما فعلت في البتلة الأولى ثم أقفل بمنزلقة وأكرر حتى نهاية الخمس حلقات أو ما تبقى من الحلقات لإكمال الزهرة، أو الوردة، وصلت عند نهاية آخر سطر في البتلة الخامسة والأخيرة، سأقفل الآن بمنزلقة، سأقفل بمنزلقة في هذه الغرز الصغيرة على امتداد نفس الأسطر. الغرزه المنزلقه واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه هذه هي الخامسه تبدو ضيقه جدا من الاسفل خمسه والسادسة تكون في وسط الحلقة، غرزة منزلقة، آخر غرزة منزلقة في الوردة، أسحب الخيط، وبهذا انتهيت من صنع هذه الوردة بالخمس بتلات المسطحة، أحضري العقيق وإبرة التنظيف والمقص وقومي بإزالة الخيوط الزائدة وتركيب العقيق. هذا سيكون الشكل النهائي للوردة، يمكنك زيادة الحجم أو تقليله عن طريق غرز الحشو في الدائرة السحرية، أو عدد السلاسل في الحلقات، أو عدد الأسطر في البتلات، ولكن لاحظي أن تكون عدد الأسطر في الارتفاع أقل بقليل من عدد الأسطر في العرض البتلة، وها هي وردة أخرى قد صنعتها بعدد أسطر أقل، أرجو أن يكون قد أعجبكم الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب سبسكرايب للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس إلى اللقاء